انا مش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي يا ورده. كده الدقانه هيحجزوا عليا ومش بعيد اخش السجن. سجن؟ هو ابوك وامك هيوافقوا يدخلوك السجن؟ انت مش عارف غلطتك عندهم ولا ايه يا فتحي؟ انت عايزاني اروح امد ايدي ليهم تاني؟ تاني وتالت يا اخويا، فلوسهم هي فلوسك. مش فلوس، مش فلوس يا ورده، مش هروح اخد منهم حاجه. لا خلاص يا حبيبي بقى، خش اللومان. جرى ايه يا فتحي؟ جرى ايه يا حبيبي؟ ده ابنك يا اخويا جاي في السكه. عندك حق. انت عارف انا كنت ناوي على ايه؟ كنت ناوي على ايه يا عناية؟ كنت ناوي لما تولدي باذن الله اروح للحاج واقول له ان احنا اتجوزنا. تفتكر بقى يا سي فتحي لما تخش على بيت العقد وتقول له هياخدك بالحضن وامك بهيجه هتفرح وتزغرت؟ طبعا انا متاكد انها هتفرح، بس لازم اخدها في صفي الاول. بأماره ايه بقى؟ ده لما بكره مانا في الشارع امك ما قالتش كلمه كويسه في حقنا ولا حتى حاولت تراجعه في اللي هو عمله. ما انت عارفه الحاج يا ورده، لا ينفع حد يقول له انت بتعمل كده ليه ولا عشان ايه. خلاص يبقى مش هيعمل حساب لامك. لا 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 لا, لا يمكن. انا متاكد ان ماما هتعرف تقنعه. انت مش عارفه ده حلم حياتها انها تشوف حفيد مني، ومش هي بس، ده الحاج كمان. فمستقبلنا بقى هيتحدد على نوع الطفل اللي انت هتجيبيه. شدي حيلك بقى وهات لنا واد. واحنا فضل ولا بنت دلوقتي؟ احنا في المصيبه اللي انت واقع فيها. بقول لك ايه، انت لازم تتصرف باي شكل وتجيب فلوس. ايه ده؟ ايه القمر ماله عمال ينفخ وينط؟ اوف اوف، ايه اللي مضايقك يا حبيبي؟ مالك يا فتحي وقاعد لوحدك ليه؟ يعني انت مش عارفه المصيبه اللي انا فيها؟ عليا ديون متل تيلا بسبب موضوع سرقه المخزن ده، ومش عارفه اسددها ازاي. يا سلام، هو ده اللي مزغزرك كده وخليك على اخرك؟ وايه يعني يا حبيبي لو على الفلوس مقدور عليها؟ قول لي يا فتحي عايز كام يا واد؟ حوالي 120,000. انا مستعد ادفع لك اللي انت عايزه. شفت ما بتهونش على ابوك ازاي؟ اصل كل اللي يهم ابوك سعادتك ومصلحتك وبس يا نور عيني. بس بقى انا ليا شرط عليك. يا اختي شرط واحد؟ انت تشرط وتأمر ورقبته تحت رجلك يا حاج؟ الله، الشرط ايه يا حاج؟ انك تتجوز. اتجوز؟ ايه اللي اتجوز؟ مالك بتقولها وانت خايف كده؟ ايه انت مش راجل ولا ايه؟ امال ايه البنات اللي انت مقطع معاهم السمكه وديلها دي؟ الموضوع مش كده يا حاج، بس ما يعني ما انا سبق وقلت لكم يا حاج. مش عايز كلام تاني خالص، ده شرط الوحيد وانا قلته. قبلته كان بها، ما قبلتش انت حر. كل بني ادم عقله في راسه يعرف خلاصه. ما يقبلهوش ازاي يا حاج؟ يقبله طبعا. هو انت يعني بتطلب منه ايه؟ كل اللي انت بتطلبه ده يا اخويا عشان خاطر مصلحته. اسمعها منه هو. طيب افرض العروسه ما عجبتنيش. العروسه دي بالذات لازم تعجبك. يعني ايه؟ يعني ايه يا حاج؟ يعني انا لازم اتجوز غصب عني؟ يا ابني انت اصلك ما تعرفش انا محتاج ابو العروسه دي قد ايه. الراجل ده هيفتح لي في شغلي سكك كتير قوي قوي قوي. الله، جرالك ايه يا فتحي؟ مش تشوفها يا ابني الاول وبعدين تقول ولا لا؟ واول ما تقول وتوافق هتلاقي في ايدك شنطه فلوس تسد بيها ديونك، واللي هيفيض هيبقى قده الطقطقين. ها قلت ايه يا حبيبي؟ انا شايفه الكلام اللي بيقول ابوك عين العقل. وبعد هالك يا بهيجه، وانا من امتى بقول كلام ما هوش عين العقل؟ يا اخويا انا قصدي يعني. لا قصدك ولا ما قصدكيش، ما تتكلميش خالص. انا بسال لفندي وعايزه هو يرد عليا. يا استاذ ما بتردش عليا ليه؟ طب ممكن تدوني بس مهلة افكر؟ مهلة ايه بس يا حبيبي؟ هو انت مش لسه بتقول ان انت مديونه عليك فلوس متلتلة قد كده اهو؟ مالكيش دعوة انت يا بهيجة، انا عايز اسيبه افكر. سيبيه اتفضل. يا استاذ يكفيك مدة قد ايه عشان تفكر؟ يومين يا حاج. يومين يا فتحي، اتنين مفيش غيرهم. بعدها انسى خالص، لان انا اصلا هنسى ان انت ابني.
ممكن امحيك ادمرك وهقولها لك تاني. كل بني ادم عقله في راسه يعرف خلاصه، مفهوم؟ انا مش فاهمه انت مكبر ليه اول موضوع كده يا فتحي. يعني عايزاني اعمل ايه؟ اروح اقول لهم اني موافق انك اتجوز؟ ومال، روح وقول لهم ان انت موافق. ايه ده؟ انت اللي بتقولي الكلام ده؟ امال عايزني اقول ايه؟ اسيبك تترمي في السجن وابنك اللي في بطني ده مين يصرف عليه؟ ده ساعتها مش هيعبروني ولا هيبصوا في وشي، مش هيدوني جنيه لا انا ولا ابني. مش معقول، مش معقول اللي انت بتقوليه ده يا ورده. لا معقول يا حبيبي. انت تروح تشوف البيت وتوافق عليها وتاخد شنطه الفلوس من ابوك وتصرف نفسك. طب وبعد كده؟ الحاجه الكتير لحد ما تقف على رجليك ويبقى معاك قرشين كويسين. لو الحاج بقى ركب دماغه وقال لك هات الفلوس اديهم له، ساعتها بقى هنطلع في البت دي كل القطط الفاضله وتطلقها. قلت ايه؟